مشاهدينا مكملين معاكم برنامجنا في اللون الاخضر. بالتاكيد احنا في مهن مهمه جدا في مصر، يعني الناس مش شايفه كتير عنها، مش عارفه كتير عنها، منها مهنه صناعه الفضه. مهنه صناعه الفضه من المهن القديمه جدا واللي منتشره في الاحياء القديمه، وكانت من المهن المرموقه في مصر زمان، لكن دلوقتي احنا هنعرف تفاصيل اكتر وهنتكلم اكتر عن صناعه الفضه. مين فينا منزلش الحسين او الغورية او حارة اليهود؟ مين فينا ما كانش بيستنى اللحظة اللي يشوف فيها الصناعة اليدوية المصرية الجميلة او شغل الهاند ميد اللي بيهتم بيه كتير من السائحين؟ مصر دايما معروفة بتراثها وفنها الراقي. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم مع المهن على المهن التراثية اللي منها طبعا صناعة الفضة. النهاردة معانا ذوق وفن ورقي في التصميم تحديدا في كل ما يخص الفضة مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ عريان بديع صانع فضة. أهلا بيكم، منورنا. أهلا بيكم. أهلا بيك أستاذ عريان. يعني احنا عارفين ان حضرتك عندك ورشة صناعة فضة ومهتم بالعمل اليدوي في صناعة الفضة. لو حبينا نعرف تفاصيل اكتر عنها وتكلمنا شوية عن المهنة الصناعة اليدوية للفضة. طبعا الصناعة الفضة صناعة مهمة جدا في مصر، لان هي ليها عشرات السنين ومن الصناعات اللي يعني ليها اهمية. نمرة واحد أهمية، لأن إحنا بنتعامل مع سياح أجانب، بنتعامل مع عرب، بنتعامل مع مصريين، يعني نقدر نقول كده بنتعامل مع العالم كله. تمام. عشان كده إحنا بنحاول كمصريين بنحاول نعمل جديد. ما يمنعش القديم كويس جدا، لكن بناخد القديم وبنقله بالشكل الحديث اللي يتماشى مع العصر بتاعنا. طيب تعالى نعرف مشاهدينا الناس فيما يعشقون مذاهب زي ما بيقولوا، صح كده؟ طيب تعالى نعرف الناس اللي لسه ما عندهاش خلفيه قوي بالفضه، نعمل لهم كده بطاقه تعارف. هل في انواع معينه من الفضه؟ ولما نيجي بنشتري الفضه بنشوف ان هي بتبقى غاليه جدا في قيمتها لما بنيجي نشتري، ولما بنبيع بتخسر كتير جدا من ثمنها. طبعا سؤال حلو جدا ومهم قوي قوي قوي. وده بيقابلنا احنا على ارض الواقع ده. يعني يمكن المشاهدين بيتفرجوا علينا وهيركزوا قوي معايا في السؤال ده. طبعا الاجابه ان الفضه بتبدا من عيارات زي الذهب بالظبط. زي الذهب بالظبط، بمعنى ان احنا بنبدا في مصر عيار 600، عيار 800، عيار 900، عيار 925. احنا في مصر كنا من عشرات السنين كنا بنشتغل بس عيار 60 600 وعيار 800، لكن مع العصر بدا ان احنا ندي للفضه شفافيه اكتر، لان العيار 60 في نسبه نحاس اكتر، عيار 80 في نسبه نحاس اقل، عيار 900 في نسبه اقل، عيار 925 اقل خالص. يعني نقدر نقول عليه عشان لو المشاهدين نقرب معاهم زي عيار مثلا 24 في الذهب. هو يشبه كده، 925 يشبه كده. عاوز اقول كمان للمشاهدين ليه يعني في ناس بتبقى ايه يجيبوا الفضه وتسود ويتخضوا ومش عارفه ايه حاجات زي كده. الفضه محتاجه دايما زي اي حد، انا لابس بدله، البدله دي ممكن تقعد معايا يوم اتنين ثلاثه، محتاج اغسلها او اشطفها. برضو نفس النظام، عشان الفضه تقعد وقت كتير وشكلها كويس بسهوله جدا، بقول لكل مشاهد بيشاهدني، الفضه بتنضف باسهل ما انت تتخيل. اللي هو ايه بقى اللي ينضف؟ حلو، برضه سؤال جميل خالص زي ما الاستاذه قالت. طبعا اول حاجه ان انا بحطها في ميه دافيه. ليه ميه دافيه؟ الميه الدافيه حتى لو هدوم او اي حاجه زي كده، كل ما احطها في ميه سخنه او حاجه زي بتدي سهوله في التنظيف. احطها نمره واحد في ميه دافيه، بعد كده اطلعها بخش ادخل على الكربوناتو ماده ناعمه بيضه هي، وبدعكها مش بايديا، بدعكها فرشة سنان قديمه تبقى موجوده، وابدا امسحها بعد الغسيل باستمرار. وده بيديني انا باستمرار ان انا الفضه بتاعتي شكلها محترم وشيك. الانواع بقى، كان يقول لك مثلا في حضرتك كلمتنا عن العيارات، العيارة بتاعتها، فكره النوع بقى، يقول لك لا دي فضه ايطالي، لا دي مصري، ودايما بيبقى في لمعه كده في بعض الانواع من الفضه، وفي فضه تانية بتبقى مط شويه او مطفيه، نعرفهم ازاي بقى؟ طبعا انا باكد ان كل سؤال مهم، لان انا بحس كده المشاهدين هيركزوا معانا قوي. فعلا في فضه ايطالي وفي فضه مصري.
بس الفضه المصري حقيقي فضه مهمه جدا. ده مش كلام عشان انا مصري ولا لا 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 لا، يعني حتى بدليل كلامي عشان يبقى ارض على ارض الواقع، الاجانب لما بييجوا من اخر الدنيا بييجوا يشتروا الفضه من خان الخليلي. ليه؟ عشان الفضه المصريه لها اشكال، رغم من العالم كله بيدي اشكال، لكن مصر مميزه مميزه. يعني انا على سبيل المثال معايا دلوقتي دي خرطوشة. دي خرطوشة. الخرطوشة دي الأجنبي أو أي حد سايح بيجي ويبدأ بيبقى عايز خرطوشة اسم عليه. يعني زي ما احنا شايفين كده الكاميرا جايبة، ده أشكال حروف دي بنعملها. أولا الخرطوشة دي بتبدأ بتبقى خام، بتبدأ تخش مرحلة تانية بعد كام، في حاجة اسمها جلخ. الجلخ ده على مكنة كبيرة بنبدأ زي اللي بيفصل قميص ويبدأ يحدد المقاس اللي هو عايزه. يعني في خرطوشة كبيرة خرطوشة صغيرة. أرجع تاني الخرطوشة دي بالشكل ده، ببدأ بقى الشخص اللي جاي عايز حرف أو عايز اسم بنعمله له بالشكل ده. ده دي كده شكل وش وليه ظهر، يبقى دي اسم بالانجليزي بتاعه واسم تاني بالفرعوني. بالفرعوني. زي ما انا شايف كده. طبعا ده دي خرطوشه شكل واحد وشين. في خرطوشه تاني عشان برضو المشاهد يبقى معانا، احنا برضو ليه بنعمل اشكال من الخراطيش؟ لان الخراطيش مميزه مميزه. طبعا لو بنبص كده الخرطوشه دي وشين، اسم من قدام واسم مرة. يمكن المشاهد مش عايز غير اسم واحد بس، اوكي عشان احنا بنحاول نحترم كل الاذواق بنعمل كده. بننقل نفسنا وننقل بالخرطوشه الجميله كده، طبعا بنديها الشكل الرقيق. دي فضه مصري، صدقوني انا يعني بتشرف ان انا مواطن مصري، ان لما يجي حد من الدول المتقدمه اللي احنا بنقول عليها دور يعني متقدمه في كل شيء، بيجي ويقعد يبص ويركز احنا بنعمل ايه، لان احنا بنشتغل صوابع ايدينا، بنشتغل بايدينا، بنشقى في ايدينا. عشان كده انا فخور بال طب المصري ليه بيميل لشراء الفضه الايطالي في مقابل ان الاجنبي بيجي يشتري الفضه المصري؟ انا مبسوط بالاسئله بصراحه، لان حاسس ان كل سؤال مهم عن التالي. ليه المصري بيشتري الايطالي او من دول تانية؟ عقدة الخواجة بتخش في دي كمان، مش لاقي رد مناسب. يعني هقول ايه؟ عقدة الخواجة؟ هقول ايه؟ مش لاقي رد مناسب. هو للاسف للاسف للاسف، يعني انا بقول اهو تعالى اخويا المصري الاجنبي اللي بيجي من اخر الدنيا بيدور من اخر دول العالم، بيجي عشان يشتري المنتج المصري، وانت المصري اقول لك ايه؟ ما بتشتريهوش. طيب يعني احنا أنا لو حبينا نقول، يعني في ناس عندها مفهوم ان الايطالي جودته اعلى او الايطالي لمعته افضل او شكله مش عارفين، نقول لهم ايه؟ ما ده دايما الثقافه، وانا بشكر الاعلام اللي يعني انت حضرتك لما بتستضيفني دلوقتي انت بتعمل زي شاع نور، بتقول لفلان خلي بالك، لا اللي انت بتفكر فيه او اللي انت متخيله ده غلط. يعني الاجنبي اللي جاي يدفع فلوس ويدفع دولار عشان ياخد منتج مصري، هو مش بيدفع كده وخلاص بيرمي الفلوس في الارض، لا ده هو عارف ان في قيمه عاليه عشان كده هو بيشتريه. هو بقى المصري بيشتري الاجنبي الايطالي للاسف الاجنبي بيشتري، لكن المصري بقى بيشتري الاجنبي. خلي بالك خلي بالك، فكر كويس انت بتشتري ايه. الذهب بيبقى ليه سيزون كده، تلاقي ان مثلا في موسم في افراح كتير ما شاء الله والناس كتير بتشتري ذهب، لكن دايما بيبقى في مواسم حلوه كده للذهب. الفضه كمان ليها موسم بتلاقي فيه رواج كده لحركه البيع في سوق الفضه، ولا بتكون طول السنه معاك؟ لا الفضه مختلفه. لان يعني انا عشان اروح اشتري هديه ذهب عايز ألوف مؤلفة وامشي كده بنسبة فلوس عشان أروح أغرم نفسي، لكن بأقل يعني أنا ممكن حد يروح يشتري هدية قيمة
لحد حبيبه او في عيد ميلاد او في مناسبه رائعه ب 50 جنيه، يعني 50 جنيه متوفر. ويكون الميزه كمان ال 50 جنيه اللي هيدفعها لا هيروح يشتري الهديه هتفضل معاه على طول، لان هو مش هيرمي الفضه، هتفضل معاه. وكمان يعني ده في اغاني كتيره كمان عن الفضه واهميه الفضه والدبله الخطوبه، يعني الفضه لا الفضه. طب بمناسبه التهادي وان ممكن ب 50 جنيه الواحد يجيب هديه فضه، سعر الفضه ايه دلوقتي عشان نبقى برضو المشاهد عارف وهو رايح يشتري سعر الفضه ايه؟ سعر الفضه طبعا زي ما احنا قلنا ان ال 60 غير ال 80 غير ال 900 غير ال 925. لو اتكلمنا في افضل حاجه 925، افضل حاجه 925 الجرام بيبدا شغل مميز، بيبدا الجرام انا كصانع بنزله، يعني هقول بقى على الهوا خلي بالكم ما تروحوش تواصل مع المحلات او التجار، اقول اهو سر اهو، يعني بيبدا احنا بننزله في حدود 6 جنيه تمام جمله للمحل. محل مثلا بيحط نسبه ربح برده مش كبيره بيضيف عليها وبينزلها يعني هو من 6 جنيه ل في ناس بتقول 18 جنيه الجرام. ايوه خلي بالكم 18 جنيه ده عشان اللي بيشتري حاجه من بره مصر الشغل اللي بره، لكن الشغل المصري اللي هو برده 925 اللي هو موجود. يعني انا مثلا معايا دبله اهي مصري، دي دبله مصري، الدبله دي زي ما احنا شايفينها شكلها شيك جدا. طبعا دي بتتعمل ازاي حضرتك؟ اولا نحب بنعملها برضو بالتفصيل، نفصلها وبعدين نحطها على سيخ، السيخ ده احنا بنقول عليه سيخ دبل، بنلفها وبعد ما نلفها بنعمل لحام ليها، وبعد اللحام بناخدها مرحله ثانيه صنفرها عشان اللحام ما يبانش، وبعد كده بناخدها في مكان التلميع عشان يديها المنظر اللمع الشيك جدا اللي انا يعني انا لو حطيتها في جيبي كده في صباعي هتبان. الحاجه اللي بتخلي الانسان يروح شويه على انا بفكر مع حضرتك بدماغ المستهلك، ممكن يكون بيروح للمنتج وبمناسبه الدبل يعني المنتج المستورد، كانت طالعه موضه الدبل التركي اشكالها مختلفه جدا، تعالى دور على الشكل ده في الفضه المصري مش هتلاقي، فهو ممكن يبقى حابب جدا المصري لكن الشكل بتاع التصميم الخاص بالدبله التركي شكله احسن شويه او بالنسبه للذوق يعني مختلف شويه. هل الاشكال اللي احنا بنشوفها سواء كانت في الدبل التركي اللي كانت طالعه موضه ما نقدرش نعملها في الدبل المصري الفضه المصري؟ صدقوني انا مش كلام بقوله عشان انا بتكلم على الهواء او المشاهد كلام مزور، لا الكلام ده انا مش بقول كده، صدقوني الله شاهد على كلامي ان انا امين في الكلام اللي انا بقوله. فعلا في اشكال في تركيا او ايطاليا رائعة جدا، بس المواطن الصانع المصري دايما جديده بيعمله. انزلوا السوق، انزلوا حارة اليهود، انزلوا الحسين، انزلوا خان الخليلي، شوفوا الناس بتشتغل ازاي. لا ده فيه احنا طورنا الصنعة بشكل رائع، يعني السنين الأخيرة لا احنا عملنا انجاز جامد لسبب واحد، الانجاز ده احنا مش عاملينه كده وخلاص. ما انا لو ما قدرتش كصانع فضه ان انا اكون حريص على بالبلدي كده على لقمه عيشي انا هنتهي في وسط السوق ده. انا بعمل ايه؟ بحاول اشوف ايه الجديد اللي موجود، ودلوقتي بزرار واحد ادوس اشوف ايه الاشكال الجديده على النت اقدر اجيب الاشكال اللي انا عايزها وادخلها. طب احنا شايفين ان في حاجات يعني تراثيه، انا شايف في حاجه يعني في الجنب هناك كده، دي ايه الحاجه الكبيره دي؟ في اول الترابيزه هنا. دي ايه بالظبط؟ دي حضرتك غويشه، ده شغل قديم بقى انا شغل فرعوني ده ولا ايه؟ ده شغل بنسميه شغل عربي. ده شغل عربي. طبعا اخواتنا العرب بيجوا من دول الخليج وكده بيبقى ليهم ثقافه معينه محتاجين حاجات تتماشى معاها، هو ده اللي احنا عشان كده بقول انا كمواطن صانع فضه في مصر بحاول ان انا اشوف ايه السوق اللي محتاجه بعمله. بيجوا هم خان الخليل، بيجوا الغوريه، بيجوا الحسين عشان الاشكال دي ما بلاقوهاش في اي حته، رغم ان في ناس تتطور، بس احنا الميزه ان احنا بنعمل القديم ونعمل الجديد وكله هاند ميد
صح كده؟ مظبوط يا فندم. طيب ايه الخامات اللي بتدخلها على الفضه؟ يعني مثلا في بعض الخواتم او السلاسل فيها احجار، ممكن الاحجار دي تبقى عقيق، لؤلؤ، يعني عاج مثلا. ايه تاني ممكن تدخله على الفضه؟ طبعا يعني انا على سبيل المثال دي قطعه فضه خالصه اهي، الوش الظهر بتاعها خام وبرده من الوش، دي تعليقه بنسميها تعليقه في السلسله. بتاع السلسله طبعا احنا عشان دي بتمشي شغل عربي في الخليج وكده، زي ما احنا شايفين كده الجزء اللي حواليه فوق نحو الفضه في فص، ده فص عقيق بيدي لي الشكل الجميل والقيمه، يعني دي لو قعدت سنين مش هتترمي، هتفضل موجود بالقيمه بتاعتها، بل بالعكس الشخص بيحتفظ بيها. ده بالنسبه الجميل في الكلام ده، يعني انا شايف ان الشغل هنا متقن، في ميداليات، في خواتم، في حاجه زي كده، وكلها في نفس الوقت هي خامات مصريه وصناعه مصريه يدويه 100%. ما انا عاوز حد كده اهو، كل ده بايدينا احنا، لان احنا الحمد لله الحمد لله قدرنا في الفتره الاخيره ان احنا ننقل نفسنا علشان نقدر نحافظ على لقمة عيشنا. مين بيشتري اكتر منك فضه، سيدات ولا رجال؟ بصراحه سؤال حلو قوي. طبعا الست حتى هم اكتر نسبه السيدات، نمره واحد، لان هم بيعرفوا يشتروا كويس، بيعرفوا فصله كويس. ايوه، هو زي دايم الفصال. بيعرفوا فصله كويس، عندهم ذوق رائع. طبعا الراجل عنده ذوق طبعا، مفيش كلام، تحاول تكون سياسي وتكسب الزبون دبلوماسي. لا، الست المصريه حقيقي ست رائعه جدا، حتى الاجانب اللي بيجوا برضو انا بلاقي الست هي اللي بتيجي عندها كده، هي بتبقى عارفه محدده اللي هي عايزاه، لكن الراجل طيب عاوز يخلص هوب يدفع. طب تفتكروا بقى، تفتكر كمان يا محمد ممكن يجي الوقت وحضراتكم تتخيلوا كده ان احنا ممكن نقدم شبكه فضه؟ ممكن يحصل ده ونتقبل؟ ممكن تعمل كده يا محمد؟ انا ما عنديش مانع. لو هي موافقه طبعا. بس يا رب ما تغلوش بقى في سعر الفضه. رائع وجميل. على فكره القيمه في الهديه. بالظبط، هو ده اللي اقصده بسؤالي فعلا، القيمه بالقيمه المعنويه. أيوة. للهديه والاحساس اللي احنا مقدمينه بيها. اكيد اسعدتنا وسعداء جدا اننا شفنا منتج مصري، انا قلبي دايما بيحن وبيروح لكل حاجه مصريه جميله. نتخلص شويه من عقده الخواجه ونحن لمصر 100%. استاذ عريان بديع صانع فضه، شكرا جزيلا ونورتنا. بالتاكيد احنا بنشكرك طبعا على المهنه الجميله وعلى الاتقان الواضح جدا في عملك، لكن بالتاكيد مشاهدينا احنا معانا فقرات تانية، فاصل وهنكمل معاكم بقيه حلقتنا من اللون الاخضر.